وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا وليمحص الله الذين آمنوا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم سيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت كتابا مؤجلا كتابا مؤجلا كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم.